عملنا شكوى لرئاسة الجمهورية، عملنا شكوى لوزارة الدفاع، عملنا محضر كلاس، ومحدش ساعد فينا لحد وقتنا هذا. حضرتك عايزين مرتباتنا من 6 شهور، عايزين تقنين لأوضاعنا في المجلس الطاقم لشؤون الإعاقة، أعضاء مجلس الإدارة قاعدين بيعملوا إيه في المجلس مش عارفين، مين القائم بالدفاير أعمال المجلس إحنا مش عارفين، ملتزمين بعملنا، برنامج الدور وانصراف الصبح الساعة 8:30 لحد الساعة 4. عايزين تقنين لأوضاعنا وعايزين تثبيتنا في المجلس بعد مرتبات، قبل مرتباتنا أولا ثم تثبيتنا في المجلس. احنا اتمضينا عقود وهمية عشان تنزل مرتباتنا ولما نقضاها، وعايزين صورة، طلبنا بصورة من إقرار استلام العمل ولم يتم هذا لحد وتهربوا مننا، ومحدش عايز يجيب لنا صورة من إقرار استلام العمل، وبيحدثونا البعض، ما حدش بيشقطونا البعض زي ما بيقولوا. احنا مش عارفين يعني تقنين وضعنا في المجلس ايه بالظبط، احنا مش عارفين، وبنشتغل وقايمين بالعمل. وبعدين انا ازاي هجيب حق المعاد بره وانا مش عارفه اجيب حقي جوه المجلس؟ احنا بنطالب بمرتباتنا اولا، مرتباتنا من 6 شهور، بيوتنا اتخربت، استلفنا من طوب الارض، ما عادش معانا فلوس نيجي المجلس، ورغم ذلك بنيجي، اللي بيجي ماشي واللي بيجي مستلف. حاله الناس بقت زي الزفت بصراحه ربنا، ده ما يرضيش ربنا. لو كان ده يرضي ربنا حد يرد علينا، حد يخاطبنا، حد يطلع يقول لنا ليه الظلم ده؟ هم قاعدين في بيوتهم بياكلوا وبيشربوا وعندهم اعمال وعندهم وعندهم، واحنا موظفين على قد حالاتنا، مرتباتنا زي الزفت، وكمان نقصوها وكمان ما ادوهالناش. احنا عايزين تقنين لاوضاعنا دي. شكرا لحضرتك. طب احنا عايزين نعرف، عشان عايزين، احنا عايزين فلوس، احنا شغالين في الحكومه، احنا مش حتى القطاع الخاص بيديروا مرتبات، لكن احنا في القطاع الخاص طبعا مجلس الوزراء، احنا مجلسنا القطاع الخاص، احنا انكم معاقين واحنا معاقين، احنا عايزين عيال نخدم المعاقين، المفروض احنا نرتاح عشان نخدم المعاقين اللي جايين، احنا معاقين ونحقق حقوقنا، احنا ولا مقابلنا موجوده ولا مرتبات، وبيظلمونا بحدود وانصراف وتعسفات في الاوامر وكل حاجه وظلم واوامر وتعسفات ومرشحات وتهديدات وابتزاز. اذا كانت الحكومه بتسرقنا، اذا كانت الحكومه بتسرقنا واصلا دينا حقنا ومرتباتنا، طب نثق في مين؟ في قطاع خاص ولا قطاع عام ولا قطاع اعمال؟ احنا عايزين نعرف بقى بجد، احنا تابعين لمين بالظبط؟ ولا هي مافيا وقفت البلد؟ انا عايز اتجمع حوالين بعض. المجلس ده تابع لرئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء هو رئيس المجلس بتاعنا، واحنا حاولنا نخاطب رئاسة الوزراء ووزارة المالية وتنظيم الإدارة، ومفيش حد بيسمع لنا خالص، وعندنا أسر وعندنا أطفال، وكل ما نخاطب أي حد مفيش حد بيسمع لنا، الإدارة عندنا محدش بيسمع خالص في المجلس، مش لاقيين أي حل، مش لاقيين أي حل إن احنا نحاول إن احنا نقبض بيه. عندي او عندنا التزامات، وطبعا احنا من ذوي الاعاقه ما نقدرش ننزل نشتغل بعد الظهر، فبنلتمس من جميع الجهات ان هي تشوف لنا حل في الموضوع دوت، وربنا ييسر يعني، ونحاول نشوف حل، ان احنا بقالنا فعلا 6 شهور من غير قبض خالص.